أخبار اليوم. اخترنا اسم ريلي وشريان، يعني اخترنا فكرة انه يكون في اسم، يعني كنا بندور على اسمين بنتين يبقوا في اذهان الناس ممكن يبقوا مرتبطين ببعض بشكل ما، وفي نفس الوقت الاسمين ريلي وشريان مرتبطين معنا جدا برمضان. فالحمد لله الفكرة أول ما طلعت يعني عجبت أستاذ إياب وهشام وأستاذ ديندي وكل الناس يعني اتفقنا. وبالنسبة لإن حد فيهم زعلان، أنا ما سمعتش خالص إن حد فيهم زعلان، بالعكس أنا سامعة إن هما مبسوطين الحمد لله ومبسوطين يتفرجوا على المسلسل، وأنا ببعت لهم تحية كبيرة جدا وبقول لهم إنه يا ريت إن شاء الله هما نشوفهم تاني في أعمال سواء فوازير او اعمال مسلسلات او افلام، لانه حقيقي لما الناس كمان نزلنا التيزر كان في نيلي وشيهان والناس افتكرت ان نيلي وشيهان راجعين تاني اتبسطوا جدا، فدي حاجه مخلياني مبسوطه ويمكن يبقى حظنا حلو ان احنا واخدين الاسم ده، وان شاء الله الناس تحب المسلسل في رمضان باذن الله.